السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتعلم أنشودة رقت عيناي شوقا من الأناشيد الجميلة جدا لحنا وكلمات من مقام البياتي. بياتي الصل هيك الأغنية. طبعا بياتي الصل عنا صل لا نص بيمول سي بيمول دو ري مي بيمول فا صل. الأغنية في لها مقدمة بتقول: ولطيبة ذرفت عشقا عليك يا رسول الله. Thank you.
يلا. فاصل موسيقي بيقول بيقول يا طيبة جئتك صبا، وهون بصير عنا كورد على الصول يعني لا بيمول. صول سي دو ري ري مي ري دو ري صول سي
لرسول الله محبة. سكنت روحي. سي دو ري دو دو سي لا صول فا. ومقام الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. طبعا نرجع على البياتي. هذه منشودي، لحن جميل جدا، كلمات رقيقة وجميلة جدا. أتمنى يكون الشرح واضح. المعزوفة جماليتها بأكثر من ناحية، وخصوصا أن الفاصل الموسيقي كل فاصل بيختلف على الثاني، وفي جمالية وفي شجن وفي دفى مو معقول. جربوا تتعلموها، راح تحبوها. لا تنسوا الاشتراك اللي ما اشترك. ما تنسوا من دعائكم. كل سنة وانتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله.